ماري جين واتسون، محرر مساعد. بدء الملاحظات البحثية. مصادري بتقول إن الماجيا بيجهزوا نفسهم علشان يرجعوا. عائلات الجريمة القديمة لسه ما انتهتش، وبعد ما فسكت سجن ابتدوا يسدوا الفراغ. بس الزعماء القدام اشتغلوا في انسجام لسنين طويلة، ودلوقتي في مكان فاضي وأكيد هيتخانقوا عليه. هي مسألة وقت لغاية ما واحدة من العائلات تتحرك ضد التانيين. من الأفضل إني أتابع مع مصادري في الشرطة. أتمنى نقدر نوقف موجة الجريمة دي قبل ما تبتدي. يا بيت، أنا شغال على قصة ممكن تثير اهتمامك. قصة أوسكورب؟ واحدة جديدة بخصوص عائلات الماجيا الإجرامية. العصابات؟ كنت فاكر موضوعهم انتهى خلاص في المرتين. كانوا متخبطين، لكن مع اختفاء فسك والشياطين، لاكوستا نوسترا بيحضر لعودة. بحب لما تتكلمي كده. على مهلك يا بطل، انت عارف ان المسؤولين هاجموا الماجيا من شهر؟ اكيد. واحد من الزعماء راحت منه لوحة فنية اسمها زماريا، ودلوقتي اللوحة في متحف الفن المعاصر في مانهاتن. وبعدين؟ وعندي مصدر بيقول ان واحدة من العائلات ناوية تسرق اللوحة الليلة. واضح ان الموضوع اكبر من مجرد تأجير للفن. هبقى عادي على المتحف. ام جي، واضح ان المصدر بتاعك كان كلامه مظبوط. في جيش بلطجيه صغير بيحاول يقتحم المتحف. خليكي عندك وانا هبص عن قرص. خلي بالك، الناس دول لو فعلا من الماجيا مش هيهمهم حاجه. بسرعه يلا، الزعيم عاوز اللوحه. كان المفروض نكون خلصنا. عاوز تجرب؟ اتفضل. مش معقول، في ناس ممكن يعملوا اي حاجه عشان ما يدفعوش ثمن تذكره الدخول. الزعيم قال لو حد دعيت هيقتله على طول. شكله مش بيهزر صح؟ كان لازم اجيب معايا اكل. ثانيه احسن لكم. مفيش. الناس دي لازم تتعلم تتفرج على الفن في ساعات شغل المتحف. لو هتسيب دي تسيب البلد كلها. قال ده ماريا هتساعدنا على العائله. ماشي، بعد الفسق لو هتقدر يعمل هيبقى. أنا عارف شوية من الناس دي. ده فريدريكو فريزيلي وسال باتريلو. الناس دول من عيلة هامر هيد الإجرامية صح؟ هيعودوا زماريا ليه؟ ما كنتش عارف إنه بيهتم بالحاجات دي. أنا هبص في المكان، هتأكد إن محدش دخل من حتة تانية. هقولك لو لقيت أي حاجة. لحظة، هو ايه ده؟ لا، محدش دخل من هنا. هي ايه ده؟ ام جي، في حد عمل فتحة في السقف، هروح اشوف. في الوقت اللي كان عصابة هامر هاد بيحاولوا فيه يدخلوا من الباب الامامي، في حد قدر يدخل من السطح؟ واضح كده، مفيش اثر لاي حد. على الإطلاق، مش المفروض يكون في حراس هنا بالليل؟ أيوة، ممكن يتحققوا من كشك الأمن القريب من المدخل. لازم يكون في هناك كاميرات برضو، هيشوفوا المقتحم. كشك الأمن متأمن. عايز بصمة إيد عشان أدخل. الدليل على اللي حصل للحراس جوه. مفيش طريقة نفتح القفل؟ لازم الحارس يساعدنا. في الحقيقة ليهم بصمة.
لو ما لقيتش الحراس ممكن ترفع البصمات من على الحاجات اللي لمسوها. ايوه فكره كويسه، مستعده للمساعده باي وقت. لقيت بصمه، جزء من واحده على الاقل، تقريبا هحتاج اكتر من كده. غريبه، ده كأن الحراس اختفوا تماما. دلوقتي ممكن الاقي بصمات جزئيه تاني فين؟ اكيد في بصمه هنا في مكان ما. كمان واحده تحفه، الحراس المتدربين كويس مش هيسيبوا حاجاتهم كده ابدا، الا اذا ما مشيوش بمزاجهم. مج قهوه لسه دافي. تمام، متهيألي معايا بصمات جزئية تكفي تعمل بصمة كاملة. لازم أقدر أظبط السكانر عشان يقبل البيانات بتاعتي. لو اتخطيت الحساس البصري هقدر احمل البيانات بتاعتي. تمام، هستخدم البصمة دلوقتي. دخلت. تمام، انت شايف ايه؟ هم عايشين، واضح انهم كانوا متخدرين، مفيش علامات صراع، ده مش اسلوب هامر هيد خالص. لو مش هامر هيد أمال مين؟ عندك فيديو الكاميرا؟ استنى أشوف. كده في حد طفى كاميرا خمسة، بس دي حاجة مريبة. لما نشغلها أكيد هنعرف مش عايزيننا نشوف إيه. متوجهة ناحية لوحة في المعرض، دي أكيد زماريا ومحدش سرقها لسه. لازم اشوف الموضوع ده عن قرب افهم ايه المميز في اللوحة دي. ماريا مثال ممتاز للانطباعية الريفية الحديثة، ملحمة سرقتها المتكررة واستعادتها مثيرة للاهتمام زي اللوحة نفسها. بالنسبة لي مجرد لوحة عادية حقيقي،
في حاجات كتير تانية أغلى في المتحف ده، يبقى ليه ماجيا مهتمين كده باللوحة دي؟ استني يا ام جي، في حد جاي. خلوا بالكو، سبايدر مان يمكن يكون هنا. لا بقى، مقفول عليه ازاز ضد الكسر. ايه قولوا لفرانك محتاجين المسدسات الكبيرة. ام جي، رجالة هامر هاد طلبوا تعزيزات بس لسه ما شافونيش. كويس، حاول تخلي الموقف كده. البوليس هيوصل في اي لحظة. ده كلام فارغ، خد اللي تقدر عليه وجهي. دلوقتي بيسرقوا باقي الاعمال الفنية، لازم اوقفهم قبل ما يهربوا. مفيش غير طريق واحد للخروج. المرة الجاية اسرق محل الهدايا. جايزة تعويضية، هبعت لك صورة للقطعة الفنية دي لزنزانتك. اقتلوه، انا قربت اوصل للمخرج. ده بيهرب. انت اللي جبته اللفتة فوق هناك. ما تزعلش، يمكن عندهم حصص فن في السجن. لازم اوصل للمخرج وامنعهم الهروب. ازاي بيعمل كده؟ مسكته. اللعين بيتعذب من الكلام. المخرج اهو، اخرب بس. بيحاولوا يسرقوا الاعمال الفنية. اشغلوه، انا قربت اوصل للمخرج. ما اقدرش اسيبهم يهربوا. ذوقك الفني حلو بس اختياراتك وحشة. سامعني يا بيتر، انت كويس؟ ايوه، متهيالي قبضت عليهم كلهم، بس في اعمال فنية كتير لازم ترجع. وايه اخبار زماريا؟ كل ده ممكن يكون تمويه. هو ده اللي فكرت فيه، انا هرجع، وياريت الازاز يكون سميك كفاية عشان يحمي اللوحة.
حيطة الأمان سليمة وضد الرصاص، محدش هيقرب من ماريا تاني. يعني المهمة نجحت؟ أنا بتمنى كده. أيوة، أنا هبقى أتصل بيكي بعدين. ليه؟ حصل إيه؟ شكلك حلو، كنت بتتمرن؟ لا، قصدي يعني شوية. يعني بترقص دلوقتي لوحدك ولا زي زمان؟ دي أسئلة كتيرة. ده بس فضول. سمعت انه غلط للقطط. طيب قوليلي بقى انت هنا ليه؟ كنت بس مستنية اللحظة المناسبة. بص وراك. صواريخ؟ مين اللي هيجيب صواريخ في المتحف؟ انت ما قابلتش هامر هاد؟ عجباني ألعيبك وتعبت من حركاتك دي، مش هتبطلي تسرقي لوح؟ من ألجيت للرسومات. انتي بتعملي ايه؟ عندك أرواح تلحقها. لا تاني. اللي هي راحت فين؟ بيتر كل حاجة تمام؟ آسف يا أم جي، أنا قابلت صديقة قديمة. مين؟ مشاكل. بلاك كات هي اللي دخلت من السقف. هي كانت شغالة مع رجالة هامر هاد. أيوة، تقريبا كانت بتراقبني طول الوقت اللي كنت فيه هناك. قولي بس إنك ما سبتهاش تخرج مع زماريا. ما حصلش. حلو. كسرتها وسرقت قرص بيانات كان مستخبي في البرواز. إيه؟ آسف. في رأيك كان في إيه في القرص ده؟ سؤال كويس. أنا هحاول أوصل لمعلومات. وأظن هحاول أمشي وراء أثر القطة. انفجار؟ لازم اروح اشوف.
شكله انفجار عربية. يا ترى مين الأسرة اللي عملت كده؟ هامرهاد تاني؟ يمكن جايز يكون في تاني قريب من هنا. الأفضل أطلب فريق المفرقعات. قنابل تحت حاجات؟ لازم نركز في التفاصيل. تمام، يلا بينا نلاقي المتفجرات. عطلتها، لازم الاقي التانيين. لازم ادور على الانوار اللي مش ثابته في القنابل. العناكب الآلية هتسمع ترددات القنابل لما حد يقرب. لقيت واحدة. لازم أسرع، الوقت بيجري. عطلتها، فاضل واحدة. كده مش هلحق اعطل القنابل، دي اخر واحدة. هامر هاد في مهمة، يستحسن اخلي بالي لو في قنابل في المدينة. اهلا سبايدر مان، انا المحقق ماكي، جبت رقمك من صديق ليا في القوات. انا واثق اني عارف مين الصديق. اخدمك ازاي يا سيادة المحقق؟ الاحسن نتقابل. ممكن تعدي على حي جرينتش لما يكون عندك وقت؟ سمعت انك بتحب الاجتماعات فوق الاسطح. اكيد، اشوفك كمان شوية. الموضوع ده هيخليني مشغول لحد ما اعرف اخبار من ام جاي. سرقة المتحف كان جنون. ده مش اسلوب بلاك كات انها تشتغل مع ناس زي هامر هاد. اتمنى ان ام جاي تقدر تعرف قصة قرص البيانات. سبايدر مان، زي ما سمعتوا سبايدر مان قدر يمنع. المحقق ماكي مش كده؟ شكرا انك جيت. انا عاوز اتكلم معاك بخصوص البلاك كات. امتنع عن الكلام. مش القطه الجديده، القديمه اللي من 20 سنة. انا اشتغلت في القضيه. بلاك كات متقلده؟ ها، طب ايه اللي حصل الاصليه؟ هو مات في السجن، بس ما قدرناش نلاقي كل اللوحات اللي سرقها. انا لقيت دليل جديد، بس الاسم مش راضي يضيع مصادره على قضية قديمة. تضييع المصادر ده تخصصي. عظيم، روح المكان ده وهقولك المعلومات في الطريق. أنا مقدر مساعدتك. أنا هتقاعد قريب والقضية دي هي أكبر قضية نهايتها مفتوحة، وانا رجعت للملفات كمحاولة اخيرة. هو القط كان بيحب يسرق اللوحات الفنية، بس قبل ما يتمسك ضرب انذار الحريق في المصنع. انذارات حريق؟ ده عشوائي. مش بالظبط، هو سرق الاميريسيوم 241 اللي جواه. احنا فكرنا انه كان عنده مشتري للنظائر المشعة، بس كنت بتفرج على فيلم قبل كده وشفت حاجة بدي فكرة. يحصل ايه لو انه لزق اللوحات اللي سرقها بالنظائر علشان تساعده في انه يلاقيهم اول ما يخرج؟ كنت بتتفرج على فيلم ايه؟ استنى ما تقولش هتحرق الفيلم. علشان كده فكرت لو تتبعنا النظائر ممكن نلاقي اللوحات المسرومة. انا عندي وميض في بدلتي هيقوم بالمطلوب، هكلمك لو لقيت اي حاجة. شكرا يا سبايدر مان، لو قدرت اخلص القضية دي هتقاعد وانا مرتاح. اظن اني قربت لواحدة من اللوحات المسروقة. الاشارة دي جاية من صندوق الطاقة ده،
بس انا مش واصل لي اي كهرباء، يمكن تكون مزيفه. يا ترى ده مجوف؟ ايه هي اسهل طريقه عشان اكسر البتاع ده وافتحه؟ مستودع لتخزين الفن. سيادة المحقق، لقيت لوحة مسروقة، كانت مخفية في صندوق طاقة مزيف. أيوة أنا كنت عارف، سيبها هناك، هبعت حد يجيبها، وفي الوقت المناسب هبعت لك أماكن تانية هاردي كان بيروحها. طب كويس، ثانية، أنت قلت هاردي؟ أيوة، اسم القط الأصلي كان والتر هاردي، أنا هجيب ملفاته وهقولك تفاصيل أكتر المرة الجاية لما نتكلم. والتر هاردي البلاك كات الأصلي، فيليشيا هاردي البلاك كات اللي أنا عارفها، واضح كده إن ده شغل عائلي. تمام، كفاية عبس، عندنا وظايف بجد نعملها. بيتر، جهاز مراقبة ترددات الشرطة بيقول إن في ضرب نار قرب هاتسون ونورث مور. مش المنطقة دي تحت سيطرة الماجيا؟ أيوة، أياً كان اللي سرقته بلاك كات هيتسبب في بدء حرب عصابات. تمام، أنا هروح أشوف اللي بيحصل. في أي أخبار تانية بخصوص سرقة المتحف؟ ده اللي عرفه، محدش كان عارف كان في إيه في القرص اللي كان في لوحة زماريا، بس الأخبار بتقول إن القرص ده مع هامر هات وعائلات الماجيا مرعوبة. أكيد حاجة قيمة عشان تخلي حرامي فني يتجاهل الأعمال الفنية. يا ترى ليه هي شغالة لحساب هامر هات؟ هي غالبا بتشتغل لوحدها؟ مين عارف؟ أنا بطلت أحاول أفهم فيليشيا من زمان قوي. فيليشيا، ها؟ واضح إنكوا بقيتوا تعرفوا بعض كويس. يعني قصدي تقريبا يمكن؟ تمام، خلينا نعرف بعض كل حاجة، ماشي؟ بلاغ من شهود عن نشاط مشبوه فوق سطح، حدث جاري بالقرب من يونيون سكوير، يرجى الرد. دول مش حذرين، لازم اقفل ده قبل ما حد يتقتل. خلصتها كلها. يا خبر، العصابة كلها هنا. خلاص كده الناس كلها؟ طب خلاص خلاص أنا مستسلم. طيب هاخد راحة لو اتكلمت؟ لا لو ما نفذتش. الست مو شعر ابيض قالت لنا نيجي نعمل دوشه هنا. طعم عبيط وانا المغفل. قابلتها فين؟ مكان المحل في ويفرلي. ام جي، ضرب النار كان مجرد تمويه، بلاك كات رتبت الموضوع ده عشان تشد انتباه الشرطه بعيد عن شارع ويفرلي. عائله من الماجيا عندها املاك في ويفرلي، عائلة ستروا على ما أظن. يمكن أقدر ألحقها. فيليشيا بتاخد وقتها قوي، هي منهجية جدا. بقى كده؟ هبقى أعرفك، المحل هناك أهو.
طيب يا فيليشيا، انت فين؟ هي معدات المراقبة بتاعتها. يا ترى كنت بتبصي على ايه يا فيليشيا؟ مسكتك. اوه اهلا سبايدر. فيليشيا الماجيا مش هزار، ما تلعبيش معاهم. بس انا بحب العب. سبايدر مان اشتغل مع القطة. هاتو واضح انكم بتوصلوا لاستنتاجات غير منطقية. انا مش شغال لحساب هامر هيد او اي عيله جريمه تانية، انا بس في المكان الغلط في الوقت الغلط. استمتعت جداً، بس هي فين فيليشيا؟ بحب أتفرج عليك، بتفكرني باللي فات. هو إيه اللي عسديه؟ أنا مش متأكدة قوي بأمانة. طيب بتسرقها ليه؟ إذا رفضت هيقتلوا ابني. استنى، ابنك؟ قرف، فيليشيا عندها ابن؟ مستحيل، قصدي ممكن، وانا ممكن اكون، لا 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 لا، مش هفكر في الموضوع ده. ام جي، انا لقيت بلاك كات بس هربت. فعلا، واضح انها منهجية جدا. سرقت قرص بيانات تاني. يعني كل عيلة معاها قرص. يا ترى عليه ايه؟ معرفتش حاجة تاني؟ ماشي، مش كتير. تمام، شكلها بتساعد هامر هاد يتحرك ضد عائلات الجريمة، ودي حاجة مش هتنتهي على خير لأي حد. المدينة دي مش محتاجة حرب عصابات. هعرفك إن لقيت أي معلومات بخصوص الأقراص دي. فليشا، عملت ايه المرة دي؟ البوليس قفل الشارع كله. لو قدرت الاقي اثر للقطه يمكن اقدر امسكها. غالبا الحارس ده اتصاب. يمكن المسعف هيقول لي ايه اللي حصل. حصل ايه هنا سبايدر مان؟ سمعت ان حد سرق كتاب نادر. طيب هو الحارس هيخف؟ حاله عمى ثلجي صعبه، ببساطة الفلاش عمى عينه، بس هيخف. لازم أفحص الحارة، لو فيليشيا اللي عملت كده لازم ألاقيها. شعلة مغنيسيوم، أكيد هي اللي عمت عينين الحارس.
لو حللت البقايا ممكن أتتبعها. نجحت. الأثر هناك اهو، اما نشوف رايح على فين. التركيز دلوقتي صعب، مستحيل اكون اب، قصدي فعليا دي حاجة ممكنة، لكن لازم اعرف ام جي هتعرف تعمل ايه، لكن ازاي هقول لها؟ لازم اقول لها شخصيا. لا، شكله واحد من عيلة ماتشو الإجرامية. سبايدر مان ضرب فيه، وادي اخواته جايين اهم. محدش فيكم فكر ان جيتوا تضرب عشان الشرف زي ما انتوا بتعملوا؟ زي ما قلت الرجال سيسرو، انا ما بشتغلش لحساب هامر هيد، وحاسس بالاهانة انكم ممكن تفكروا بده. انت بتلعب بعد عمرك. خليني ارجع اتابع الاثر. شكلهم زي رجالة هامر هيد. ام جي، هبعتلك رقم عربية تعرفي لي صاحبها. تمام، هعرفك لقيت ايه. جبته؟ ايوه. ايه ده؟ هو فين القرص؟ قالت عايزة تسلمه الهامر هيد بنفسها. مش انا قلت لك تيجي بالقرص؟ ايوه، بس هي ادته الباقيين فافتكرت. امرتك تعمل حاجة وما تعملتش. طبعا انت عارف هيحصل ايه بعد كده. استنى 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 استنى. هاي ما تس هايل. يلا بينا، غالبا اتأخرنا. واو فليشا، محتاجين نتكلم. بجد وحشني قوي كلامنا.
بس لازم أجري. بوظت قاذفات شباكي بنبض كهرومغناطيسي. شكلي هخلص الموضوع بالطريقة القديمة. يلا أنا عاوز أساعد. يبقى سابني. لو هامر هاد معاه ابنك يبقى أنت محتاجة مساعدة. ليه لا؟ أنا عملت كل حاجة تاني لوحدي. مش مضطرة تكملي لوحدك. أنت ليه مش واثقة فيا؟ إحنا تعاوننا قبل كده مع بعض. أديك جاوبت سؤالك بنفسك صح؟ فليشيا أنت ليه ما قلتليش على الموضوع ده؟ الموضوع مش مشكلتك، دي مشكلة وأنا هتعامل معاك. يمكن أنا مش شايف إنها مشكلة. لحظة، لو بتتكلمي على حرب العصابات دي أكيد مشكلة. خليك بعيد، أنا بتصرف كويس لوحدي. اشتغلت تاني. اقدر اساعدك توقفي هامر هاد. ازاي؟ انت ما بتقتلش، ما بتكسرش القانون، طريقتك ما تنفعش. فليشيا بخصوص ابنك، انا محتاج اعرف هو يبقى هو ابني، وانا هاخد بالي منه. عنكبوت صغير عنيد. انا عاوز اتكلم بس. ممكن افضل كده طول الليل او هو ده المطلوب دلوقتي؟ شديت انتباهي. قذفات شباكي رجعت اخيرا، جه وقت المرجعه. اقدر اساعدك توقفي هامر هاد. ازاي؟ انت ما بتقتلش، ما بتكسرش القانون، طريقتك ما تنفعش. فليشيا بخصوص ابنك، انا محتاج اعرف هو يبقى هو ابني، وانا هاخد بالي منه. عنكبوت صغير عنيد. انا عاوز اتكلم بس. انت لسه ورايا. ممكن افضل كده طول الليل او هو ده المطلوب دلوقتي؟ شديت انتباهي. لازم ألعب أكتر عشان أخدها. أنا لازم أقرب. آخر مرة، ما تدورش عليا. سيبها تهرب المرة دي. أنا محتاج أقرب والموضوع ده كله هيخلص. ينفع بقى نتكلم زي الناس؟ شكله كويس قوي بالنسبة لي. أنا عارف إيه العسريات اللي بتسرقيها. بص لنفسك، عقل وعضلات. ما ينفعش تدي هامر هاد السي دي. أول ما هياخد اللي عايزه هيخلص من ابنك على طول.
سيبيني اساعدك. انت تفتكر ايه؟ مطلي معاه، ادينا وقت نلاقي ابنك. انت وحشتني، مبسوطه انك رجعت. لا مش كده يا. طيب ممكن ناخد يومين بالكتير. طيب بخصوص ابنك، هو في احتمال اني بعدين نلاقيه الاول، لما نطمن نبقى نتكلم. كلمني يا سبايدر. ام جي هتقتلني. انتي حلوة فعلا، بس دلوقتي انا لازم ادمرك. سامعني؟ انا دورت ورا نمرة العربية، طلعت باسم شركة تخزين بتاعت واحد من صحاب هامر هاد القدام، وانا هناك. اديني دقيقتين هحاول اجيلك باقصى سرعة. دلوقتي يعني؟ هروح اخد بصة سريعة. كل حاجة في وقتها، هبص في المكان عشان اشوف ان كان الولد موجود هنا، ولو هنا هخرجه بامان. هعمل ايه لو الولد طلع شبه بيتر؟ بس يا ام جي بس. الراجل ده شكله محتاج ينام. هو ايه ده؟ ورق عملات مزورة؟ واضح ان هامر هاد عنده هواية جديدة. تمام. استوي، تعال ساعدني هنا، ده تقيل جدا. انت اتجننت؟ ما اقدرش ارفع ده، انت عارف ان ضهري تعبني. ايه مايكي، تعال ساعدني. استوي فعلا نادل زيادة عن اللزوم. كل الكلام اللي بيقولوه عن ان هامر هيد بيكسر. اه دي فلوس كتير، شكلها مزورة. مفيش اثر للولد هنا، قد ما فكرة ان بيتر ممكن يكون اب غريبة بالنسبة لي. ما اقدرش اتخيل هتبقى عاملة ازاي بالنسبة له هو، بس انا متأكدة انه هيكون اب كويس. كان ايه ده؟ هايل، لازم اصور الراجل ده، ممكن الصورة تساعدنا نبني قضية لو الموضوع فشل. هشوف لو معارفي في البوليس يقدروا يتعرفوا عليه. طول اليوم ماسك التليفون. ارجع للشغل، مفيش دلع تاني. لابتوب من غير حراسة، فرصة ما تتعوضش. دي لستة شحن، ممكن تعرفنا مركز التوزيع. يلا يلا يلا. لا بقى خلاص، انا هقول للشباب. عيلة كوستا عاملين مشاكل، بيتصرفوا كأنها حرب. لازم نقعد عشان نشوف هنعمل ايه في المشكلة دي. دي حالة تأهب، لو شفتوا اي حد اقعدوا استنوا لحظة خلصوا عليه. اوكي، معايا بيانات شركة الشحن كلها، وده المفروض يساعدنا نعرف مكان ابنها. هبقى ابص عليها بعدين، بس دلوقتي لازم اخرج من هنا. صحيح ان هامر هيد اتضرب بالنار في دماغه وعاش؟ صحيح، وتف رصاصه من اللي اتضرب بيهم على الراجل اللي ضربه. الفوضى دي، مين اللي هينظف الكلام ده؟ انت. انا؟ طب وانتي ايه؟ ولو رفضت ايه رايك احنا الاثنين؟ بقالي هنا اكتر من اللزوم، لازم اخرج من هنا بسرعه. تمام، الكل اتجمع هنا، لازم نتكلم عن الموقف ده. شايف ان الكوستا هيعملوا مشاكل؟ اي مشكله تيجي منهم هامر هاد يقدر يعمل واحده اسوا. قربت اكتر مما كنت عايزه. يا سافل. اسف 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 اسف. بتعمل ايه هنا؟ وليه ريحتك بيتزا؟ علشان لسه واكل بيتزا.
أصل لما أنت كنت بتتغدى برا أنا كنت بجمع أدلة وبدور على عيل تايه. أنا أكلت بأقصى سرعة. عندي حاجات لازم أتابعها، نتكلم بعدين. ملحوظة لنفسي، بلاش أقلب كتير بعد أكل السجق. يا هاي، محتاجة مساعدتك، هبعت لك الموقع دلوقتي. فليشيا، هو في ايه؟ مش معقول، هي مفكرة اني هروح جاري. وديني اهو رايح جاري. واحدة من اللوحات المسروقة أكيد هتكون هنا في مكان ما. يا بيتر، أنا كنت بفكر في الموضوع وإنت صح، أنا محتاج أركز على المدرسة دلوقتي. مبسوط باللي سمعته، بس أنا برضو عاوز أفضل نشيط، عشان كده قدمت الفريق كرة السلة. ده تمام؟ أيوة، خلي بالك من نفسك، خلي كل حاجة عقلانية، ما تعملش أي حاجة متهورة. زي ايه؟ يعني من الاخر ما تعملش دنك. اوه صح، اكيد مايلز. كانت مرة واحدة بس والراجل كان بيتكلم بطريقة مش كويسة، يا ريتك كنت موجود هناك. مايلز، مش هكرر ده، وعد، بشرط انك توافق تدربني. خلينا افكر في الموضوع. ماشي ماشي تمام، وقت الواجب لازم امشي. طيب احنا بندور على ايه؟ دي نصيحة صديق قديم. هامر هيد مخبي حاجة مهمة قوي في المكتب اللي فوق هناك ده. ناس كتير قوي هنا، لو كشفوني هيقتلوا ابني. انا هطلعهم برا، بعد كده انت تدخل. انت بطل. يلا بقى. ارجوكم. عن مكان القبو ده؟ مفيش تفاصيل، بس لسه في كتب كتيرة ابص عليها. كملي تدوير. كفاية استهبال، الكل يضربوا في نفس الوقت. هو انت تسمح لي؟ اخيرا. انت بقيت ضعيف في سنك الكبير. سن كبير؟ أنا ممكن أكون بقيت أكبر بس مش عجوز. أنتوا لسه مخلصين استراحة الغداء؟ أنتوا كده مش حاولوا يا جماعة؟ ما بتتكلمش ليه؟ في قنبلة
بطلي سرقة الرجالة الأشرار بتوعي. لو غفلت تبقى خسرت. خطاف حلو. بتفتش في معداتي؟ لا أنا بس ولا يهمك. انت الاول يا سبايدر. لا لا انت عرفت مكان المخزن فين؟ لا احنا بنحددها. ده اكيد مطرح ما مخبي ابني. طيب بالمناسبة بقى في موضوع كده كان لازم نتكلم فيه. هو انت وحشك ده؟ ايه؟ هتضرب بالنار عقبال ما انتي تسرقي؟ حاولت امشي جنب الحيط واشتغل حاجات ما فيهاش اي اقتحامات، وحتى ابتديت استريح في الاجازات. فكرت روحتي فين؟ أكيد صعب عليكي بالذات بوجود طفل. لازم أدخل أكتر عشان ألاقيه. خلينا ساعدك، إحنا المفروض نشتغل مع بعض. في حاجات بعملها لوحدي أحسن شوية حاجات. هكلمك لو احتجت أي مساعدة. اهلا ام جي، لقيتي اي معلومات كويسه على اللابتوب؟ بفك شفرات البيانات، المفروض الاقي حاجه. كويس، في الوقت الحالي احنا عندنا دليل تاني. احنا بنعتقد ان هامر هاد مخبي ابنها في قبو، بس ما نعرفش مكان القبو فين. بمجرد ما اخترق الملفات دي ممكن نجمع معلوماتي مع معلوماتك. وحاول تاخد الكلام ده جد شويه. صعب جدا اقاوم الموضوع ده، بس هختطف بيه لنفسي. شكرا يا ام جي، عرفيني باللي هتلاقيه. تمام، عندي وقت فراغ، هشوف ايه اللي بيحصل في المدينة. واحدة من اللوحات المسروقة اكيد هتكون هنا في مكان ما. الوحدات القريبة تخلي بالها، في تقارير ان ماشي بيضرب مواطن. الموقع هو متحف مايل، حول. لوح اكتر، الراجل ده كان عنده لوح كتير. سيادة المحقق، أنا لقيت لوحة تانية مسروقة. هايل، إحنا نقدر ننهي ملفات كتير قبل ما نخلص. هو هاردي مات إزاي؟ محاولة هروب من رايكر، مات وهو بيعوم بيحاول يوصل للشط. بس دلوقتي إحنا نقدر نرجع اللي سرقه، ومين عارف يمكن ده يساعدك تمسك البلاكات الجديدة. بالظبط، وده طبعاً هدفي. لازم أمشي، سلام. اعذروني، الانترنت مليان بتسجيلات لسبايدر مان وهو بيجري ورا البلاك كات على اسطح المباني. ومن الواضح ان هناك مجموعات لناس صغيرين كتير بيهتفوا ليهم، اسمهم الروبوت. ولا ده ملوش دعوه بالحبال، ده اختصار بس لكلمه الارتباط، بمعنى ان هم فعلا عايزين سبايدر مان والبلاك كات يرتبطوا. أو مش لازم، وبيحصل جدل كتير جدا على الموضوع ده. نيران الحرب، أعتقد إن ده التعبير الصح. للعلم على أيامي ما كانش عندنا وقت عشان نيران الحرب بسبب الروبوت. عارفين ليه؟ عشان كان عندنا مشاغل. وبصوا بقى، ده بيان الخدمة العامة من جاي جونا جيمسون لشبابنا. انتوا ليكوا في الروبوت والحبال، اشتغلوا في التجارة. عارف اني بزعجك، بس شكرا، كنت هايل. هايله معروضه عليا. بيتر،
بيتر، اخيرا فكيت شفره اللابتوب. عارف البدروم اللي بحجم اوضه اللي كنت بتتكلم عليه؟ لقيت سجل بيقول ان في ترسانه بحريه قريبه من هيلز كيتشن. اكيد ده المكان اللي الولد فيه. شكرا قوي يا ام جي. لازم اتصل بفيليشيا في ساعه زي دي مكالمه بالغلط او انت لقيت حاجه. اتمنى يكون ابنك. انا ببعت لك العنوان، قابليني هناك. ام جي حلتها، المكان ده معزول، ممكن يخبوا الولد اسابيع ومحدش يلاحظ. ده المكان، انا عارفه. لو كشفونا نبقى انتهينا، لازم نطلعهم بره زي ما تعودنا. بهدوء القطه، بخفه عنكبوت. لو عرفوا مكاننا ممكن يقتلوا ابنك، لازم نتصرف بهدوء. كتير بتحمي المكان ده، الموضوع مش هيبقى سهل. طب وبالنسبة لده؟ خلي الجماعة تتفرق. تصبح على خير. برافو. كتير بتحمي المكان ده، الموضوع مش هيبقى سهل. بتستعرض نفسك قدامي؟ تصبح على خير. برافو عليكي. هنا انا ابدي خالص.
لسه في 9 رجاله باين. واحد لكل حياه، خلينا ما نفوتش دي. اديني امر بس يا سبايدر. اتنين منهم واتنين مننا. انت كويس جدا. نام يلا. كده كلهم. أماكن كتير هنا تنفع مخزن. أنت بص على الحاويات وأنا هبص على المبنى اللي هناك. فليشيا. إيه؟ أنا آسف على اللي عمله هامر هيد. آه صح، مصيره يفهم. عاكس القطة تخربشك. لازم أبص على حاويات الشحن دي. بيانوهات؟ ده عشوائي. مؤن بناء ومفيش طفل. في شوية من الحاويات فيها فتحات جوية. شوية صناديق ايه بس؟ يستحسن افضل ادور. اكيد في حاويات تانية فيها فتحات جوية. الدولية؟ هي ايه الحاجات دي؟ واو، هامر هاد عنده أسلحة الصمور؟ يا ترى عنده ايه تاني؟ دي إجابة السؤال ده. سبايدر مان اقتله! رجالة هامر هاد وأسلحة الصمور. خليط هايل عمري ما تمنيته. فليشيا انت فين؟ مدرعت صمود تانية. أنا مستغرب كل ده راح فين. فليشيا حصل لك حاجة؟
أنا اتخفيت تاني. قذيفة صواريخ وبنادق صغيرة؟ انتوا ما سرقتوش ايه من الصمور؟ دي كانت قريبة. قرف، لازم ابعد الناس دي والاقي فليشيا. متأكدين انكم بتعرفوا تستخدموا الأسلحة دي؟ تمام، واضح انكم عارفين. بس كده، ده هيوجعني بكرة. طيب، ده وقت اني الاقي فيليشيا. هي قالت انها داخلة المبنى ده. فيليشيا! القابو! فيليشيا! لا لا لا، انت اكيد بتهزر! يا ريت تقولي لي انك ما ضحكتيش عليا. اسفه جدا، احتجت مساعده عشان انجز الشغلانه دي. كل اللي كنت عايزاه سيدي هامر هيد، كل ثروه ماجيا بقت في ايدي. اديتي هامر هيد سيديهات مزيفه؟ تفتكري يتجنن عليا؟ يعني موضوع الخطف وابنك كل ده كان كذب؟ الكذب كلمة وحشة قوي، بفضل كلمة تضليل. اعملي الصح، خدي سيديهات للبوليس. أنا اللي أستاهل ده، وكمان هامر هيد في مهمة ومفيش حاجة هتوقفه. كل اللي عملته إني عطلته شوية. خدوا كل حاجة هنا، شوفوا المخزن. لازم أمشي، حظ سعيد في ريفيرا. فيليشيا! احنا دخلنا. فا القرص اختفى. خطة جديدة، في متعقبة موجودة، تلاقوها وتقتلوها، ولو طلعت غبية وراحت على شقتها هتلاقي اللي مستنيينها ويخلصوا عليها. طيب والأقراص؟ أنا مش مهم عندي الأقراص، اللي يهمني إنها تموت. تمام، هنلاقيها. لو في متتبع في القرص ده، فليشيا هتكون في ورطة. لازم اروح لها وبسرعة. ايه وحشتك؟ هامر هيد عارف مكانك وهيقتلك. في متتبع في القرص بتاعه. انا مش فاهمك يا سبايدر، انا مع الزباك كل ده وانت موجود دلوقتي عشان تنقذني؟ انت ازاي بتعرف تكون لطيف طول الوقت؟ الموضوع مش ان اكون لطيف، الموضوع كله اني اعمل الصح. انت عندك مواهب كتير، اتمنى انك تستخدميها في مساعدة حد تاني غيرك. ايوه تمام، المفروض دلوقتي تكون عرفت ان دي مش طريقة شغلي. الناس بتتغير يا فيليشيا. بحبك يا سبايدر، هتوحشني.
شقتك ده حد فيها متفجرات. ما تقلق انا لسه عندي 9 حيوات باقيين. خبر استحملي يا فيش انا جاي. هتحرك يلا يلا. استني يا فيليشيا. فيليشيا ولسه ما لقوش الجثه؟ لا. وتفتكر عايشه؟ مش عارف قصدي اي حاجه ممكنه بس. طيب يا ترى ايه احساس انك ما تبقاش اب؟ لا لا ده حقيقي بصراحة. أنا استريحت في حاجات كتير فاهمة؟ أيوة صح. بس أنا حاسة أنك هتكون أب رائع في يوم من الأيام في الوقت المناسب مع الشخص الصح.